بعد قطيعة استمرت عدة سنوات على المستوى الحكومي بين الجانبين، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ممثلا بوزير الجيش الإسرائيلي بني جينتس. حركة فتح التي يرأسها الرئيس عباس قالت إن اللقاء لكسر حالة الجمود الحالية بين الطرفين، مؤكدة أنه لن يكون على حساب الثوابت الفلسطينية. يعني اللقاء جاء في سياق حالة الجمود التي تمر بها القضية الفلسطينية والسلطة الوطنية، خاصة الحالة الصعبة الاقتصادية، ولذلك نحن نؤكد أن هذه اللقاءات قد تحدث انفراجة في الحالة المالية والاقتصادية. ومع ذلك نؤكد أن الثابت في السلطة الوطنية هو ثابت، ولا يمكن أن نتزحزح عن هذه الثوابت، خاصة أننا نصب باتجاه أن نقيم دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67. اللقاء الثنائي الذي ناقش قضايا اقتصادية وأمنية قوبل بإدانات واستنكارا من الفصائل الفلسطينية التي اعتبرته خروجا عن الإجماع الوطني، محذرة من الانزلاق نحو الحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي، داعية إلى استئناف الحوار الوطني الفلسطيني. كان الأجدر بالقيادة الرسمية الفلسطينية أن تتجه نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بدلا من اللقاء مع وزير الحرب الصهيوني الذي يعمل على امتصاص دماء أبناء شعبنا على مدار اللحظة. فالأولوية الآن هي إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة السياسية الكاملة. محللون قالوا إن اللقاء يشكل أهمية كبيرة لدى السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل الأزمات التي تواجهها على المستوى الداخلي، وقبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر المقبل، الذي تسعى إسرائيل من خلاله تقليل حدة الخطاب السياسي الفلسطيني. قد يشكل هذا اللقاء بارقة أمل، ولكن في ظل حالة التناقضات في داخل الحكومة الإسرائيلية في تقديري لن يستطع جانس لوحده منفردا بعيدا عن بنت ولا بيد من تحريك المسار السياسي، لكن الإدارة الأمريكية تلعب دورا وتوقف عليها هذا الدور. هل من الممكن أن تقنع بنت لأن يعدل عن قراره تجاه القيادة الفلسطينية وتجاه المسار السياسي؟ هذا متروك للأيام القادمة. يشار إلى أن المفاوضات واللقاءات متوقفة بين الجانبين منذ عام 2014 على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإقرار بخيار حل الدولتين، فيما يخشى الفلسطينيون من أن تشكل هذه اللقاءات هبوطا لسقف الموقف السياسي الفلسطيني أمام المجتمع الدولي. ربما يحقق اللقاء بين الرئيس عباس وبيني جينتس مكاسب اقتصادية للسلطة الفلسطينية يعزز من قوتها ومكانتها، لكن يبقى تحقيق المكاسب السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية هو الأهم بالنسبة للفلسطينيين. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.